بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اولا كل سنه وانتم امين جميعا ببدء صوم العذراء مريم. لعل القدس الصيام ده فعلا الواحد بين انه يا رب جعل الصيام ده فعلا هدف الكنيسه. لما بتقول صيام ان اواي ان احنا تايم اوت كده ان احنا فعلا يعني نتغير ونتقرب بربنا. حباي النهارده المثل على فكره مثل من الامثله الجميله جدا مثل الكرم والكرمين. والمثل ده لما تقراه كويس وتحس بيه تحس ان ازاي الواحد مننا ساعات بيرفض ربنا وبيرفض صوت ربنا. المثل بكل بساطه كده بيقول ان واحد كان عنده صاحب الكرم وكان هو عطى غرس كرم بيقول لك كده وانتظر فتره طويله جدا. يعني كان صاحب الكرم ده باين عليه كايند وحلو اللي هو الله نفسه يعني وان هو صبور جدا جدا يعني بعد ما غرس الكرم وسافر وسابه فتره طويله جدا وبدا يبعت المراسيل بتوعه عشان ياخد المحصول بتاعه او بالظبط كده لو عنده مكان مثلا مأجر شقه عايز الليز بتاعه فبدا يبعت فبعت اربع حاجات. اول شيء بعت الرسل واحد من الرسل الاولين بعتهم بيقول لك خدوه طردوه بره. نمبر 2 برده بعته فخدوه برده طردوه بره. بعت واحد ثالث فخدوه طردوه بره. فالحل الوحيد بتاعه اعمل شيء واحد بس انا بعت ايه ابني الوحيد. فبعت ابن الوحيد قال له هو هذا هو ايه الوارث فأخذوا طبعا الوارث وإيه وقتلوه ورجموه وخرجوا طلع. فبعد كده قال لهم سؤال ماذا يفعل صاحب الكرم بهذه الكرامين يعمل معهم إيه بالضبط يعني إيه اللي يعمله صاحب الكرم مع الكرامين. وقال لهم عبارك صعب أول قال لهم الحجر الذي رفضه البناؤون صار هو إيه رأس الزاوية. جست أشرحه بسرعة كده يعني البشرية كلها عدت بأربع مراحل مهمين جداً زي اللي هم الاربع مراحل دول الاول والثاني والثالث وبعد كده الابن الوحيد اللي هو رب المجد نفسه. اول شيء البشريه ربنا بيبعت رساله البشريه من ادم لحد موسى كانت اللي هو بقانون القانون الطبيعي ذا ناتشرال لو اوف لايف ما كانش لسه في وصيه بس كان الانسان بيبعت ايه فربنا بيبعت في قلب كل واحد منا كده لو انت حتى مش عايز تسمع ربنا في حاجه اسمها ذا ناتشرال واي اوف لايف القانون الطبيعي القانون الطبيعي لدرجة لما يوسف الصديق رفض يعمل خطية مع زوجة فطفار ما كانتش في وصية بتقول له ما تعملش كده ولكن كان القانون الطبيعي بيقول له كده. ساد لأنه في مجتمعنا دلوقتي حتى القانون الطبيعي مش بس رفض ربنا بعت يبعت سامحوني في الكلمة لما الولد يتولد أو البنت معروف ده إيه بالضبط يعني. فللأسف أول شيء يمثل القانون الطبيعي في حياة الإنسان زي ساعات الانسان مننا بيرفض حتى الكون الطبيعي. نمبر 2 راح بعت حد تاني اللي هو بايه من موسى لحد ما جاء المسيح الفتره دي بنسميها وصيه الوصيه بعت لهم الوصيه. الوصيه واضحه وجميله والوصيه هدفها ان يتقرب الانسان من ربنا. الوصيه it's a boundaries بتهلب هاو تو لاف جاد. للاسف الانسان رفض الوصيه اللي هو ايه اعطت لموسى. برضو في نفس الوقت بعت لهم الانبياء رجموا الانبياء ورفضوا الانبياء حتى لما بعت لهم ابنه الوحيد يسوع المسيح رفضوه. فبيتكلم على فكرة المثل ده عن ساعات الواحد بيننا بيرفض صوت ربنا ساعات بيرفض الصوت الطبيعي اللي ربنا حطه في قلبه زي ما بقولك الذين بلا ناموس هم ايه ناموسا لأنفسهم هم ناموسا لأنفسهم. فالنهاردة يا حبايبي المثل بكل بساطة كده بيوضح اوعى ترفض صوت ربنا. المرحلة الأولى من آدم لموسى مرحلة الايه القانون الطبيعي المرحلة الثانية مرحلة الوصية المرحلة الثالثة مرحلة الأنبياء. يعني الأنبياء كانوا حتى آخر الأنبياء اللي هو يعتبر يعني يوحنا المعمدان إزاي هو بعد لما شاهد للحق وقف وقال له كده لا يحل لك أن تتزوج مرات أخوك إيه قتلوا الحق قتلوا الحق. وللأسف في المجتمع بتاعنا دلوقتي الحق أصبح إيه مقتول برضو يعني الحق أصبح مقتول. فالمثل ده مثل صعب جدا وقوي جدا على فكرة لأن بيمثل إزاي الطبيعة البشرية ساعات بترفض ربنا وربنا يقول طب خلاص بترفضوني أنا طب فكروا في القانون الطبيعي في حاجة اسمها القانون الطبيعي ترفض القانون الطبيعي كمان وترفض الأنبياء وترفض الوصية حتى ترفض إيه الله نفسه. الإحساس بالرفض على فكرة إحساس صعب جدا جدا وعلى فكرة رب المجد نفسه حس بيها. لو انتوا بعد ما شعب اسرائيل خرج وبعد ما جاب لهم الاول ملك
وبعد ما شعب بني إسرائيل خلق وبدأ هو ربنا هو الملك بتاعهم، عارفين اللي هو في صميل الأول، بدأوا يرفضوا اللي هو صميل الأول في عدد صح 8، بدأوا يصرخوا لمين؟ لصميل، يقولوا عايزين، يقول لك يا عايزين ملك. فربنا قال لهم لا، قول لهم أنا الملك بتاعكم. فبدأ يحاول صميل يقنع فيهم، فيقول كده في صميل الأولى صح 8 عدد 7، قال له ربنا قال له روح قول لهم صعبان عليا منكم، هما ما رفضوش انا، رفضوني انا، مش عايزين ملك عشان رفضوني انا الملك ليهم، رفضوني انا الملك يعني. وقال كده في ارميه عباره صعبه جدا، يقول لك ايه؟ رفضوني انا ايه ينبوع الماء، ايه قولها مع بعض، رفضوني انا ايه ينبوع الماء الحي، وحفروا انفسهم ابارا ابارا مشققه. احبائي، صوت ربنا بيشتغل في قلب كل انسان مننا عن طريق الصوت الطبيعي. اسمع الصوت الطبيعي، صوت ربنا بيدينا عن نطري الوصية اللي بنسمعها كل يوم وبنقراها. صوت ربنا بيشتغل في حياة الإنسان عن طريق الأنبياء، بل صوت ربنا بيجي عن طريق إيه؟ رب المجد نفسه، اللي هو بس كده هبعت وانزل لهم على الأرض وأديهم الوصية بنفسي وأعلمهم كيف يكون زيي وتجسد وتناسل وترى إيه إنسان مثلنا. ولكن حتى البشرية برضو ترفض هذا الصباح يا حبيبي. ولكن الإنجيل بيقول إيه؟ اليوم يوم إيه؟ خلاص، والوقت ايه؟ وقت مقبول، ان سمعتم صوته فلا تكسوا قلوبهم. يا ريت النهارده كده الواحد منا يقول يا ربي علمني كيف اسمع صوتك يا ربي. احنا عندنا النهارده قصه عجيبه جدا، قصه القديسه بائسة، عجيبه جدا جدا القصه دي. دايما لما بنقراها النهارده عيتها بقول يا رب طب نعتبرها قديسه ليه؟ ما عملتش حاجه، هي بعد ما كانت ماشيه كويس عاشت في الخطيه، راح لها الانبا يؤنس كلمها، يقول لك الصوت ربنا بكتها، صوت ربنا اشتغل في حياتها، صوت ربنا غيرها، فقالت له نمشي مع بعض. وبعد كده هما في السكه الليل ليل مات، باتوا بالليل فماتت، فهو اتاثر قوي قال يا ريت خدت اعترافها، يا ريت خدت اعترافها. فراح طبعا الدير زي ما انتم سمعتوا القصه، وبدا يصلي وربنا قال له ايه؟ الملاك ظهر له وقال له ان هي بائسه، لحظه ما تركت المكان كانت لحظه توبه. شوف قوه التوبه، قوة سمع كلمة ربنا. أول ما سمعت من الأنبا يؤنس كانت هي اللحظة اللي قررت فيها إيه؟ تبدأ حاجة جديدة. اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوته فلا تكسوا قلوبكم. Today my dear friends is a beautiful actually parable. One of the most beautiful parable actually. This parable actually speaks to us about how sometimes society in us reject God's message and reject God himself. And he said, actually, there's an owner of a vineyard, and he had actually vine dressers, and he actually gave them the vine dresser. He sent one time. He sent one of his servant to collect, actually, to get some fruits. But they rejected the first one. Then he sent another one. They rejected the second one. Then he sent another third one. They rejected him. And then in the end, he sent his only begotten son. And they also rejected him. And he asked the question, which is a tough question. What should the owner of the vineyard do? If you are the owner of the vineyard, what you will do? What you will do? It's actually a question. What you will do? And he said, actually, the stone that was rejected by the builders become the cornerstone. The stone that was rejected, which is our Lord God, Jesus Christ. And we explain this beautiful parable in a very simple way. The generation, we left actually four types of generation. The first time, the Lord God actually from Adam until Moses was no law. He did not give the law, but with the natural law of life. That's why Joseph rejected to commit a sin, not because he did not have anything, but he actually he had the natural law. The second one represents also the commandment that was given to Moses. Mankind also rejected the commandment. The third one also represented the prophets. Mankind also rejected the prophets. And in the end, he sent his only begotten son, and also his son was rejected. For sometimes all of us actually, we live in a society sometimes right now rejecting God. And you and I sometimes we rejected the voice of God. Don't look at others, but you and I sometimes we rejected the voice of God. And I give a good example today. Today, the story of Santa Baisa, she just listened to a simple message
for Amba, for Amba Yohannes. And that message was very strong enough to change her to repent and to give a strong repentance. And in the end, he said, the cornerstone, the stone that was rejected by the builder, become the cornerstone. Which means the stone actually, which is our Lord God, Jesus Christ. You know, as a builder, when you build a build, when you build this, especially with a brick building, normally you have the cornerstone that will tie two walls together. For he said, actually, Christ is the only one can tie you with God. Christ is the one who will help you to come close to God. The one who connect you, they rejected him. I hope today, let's take a meditation during the liturgy. Tell him, God, teach me not to reject you. Not to reject the natural law of life that everybody now, even in our society, rejecting the natural law of life. The natural law of life. Not to reject God's commandment. Not to reject the prophets. But the most important thing, not to reject not to reject our Lord God and Savior Christ. May God grant all of us a heart to accept God. May God grant us a heart to really to accept God. Because feeling of rejection, as I mentioned even, our Lord God, Jesus Christ himself, felt rejected by the people in the Old Testament when they asked for a new king. And rejection, by the way, rejection, feeling of rejection is the opposite of feeling accepted. And by the way, let me tell you, no one is immune of rejection. All of us as a human being, we feel rejected. But can you imagine to reject God? Can you imagine to reject God's commandment? Can you imagine reject the prophets and also the natural law of life? May God grant all of us to really accept God, especially as a beautiful verse today. Today is the day of salvation. If you hear his voice, do not harden your heart, and glory be to God forever and ever. Amen.